حيلة. افتح الباب. أنا فلي، بس لازم أحكي معك بموضوع ضروري. ليش هيك عم تطلعي فيي؟ ما فيني ضل واقفة هون كتير. بدي أقول لك شي مهم عن جوزك. شو؟ أنا بعرف وين جوزك. فوتيني، ما فيني ضل واقفة هون كتير. وينه؟ هو منيح بس ما في يرجع هلا. ليه؟ لأنه خايف. من شو؟ من جوزة لديانا. انت شو عارف فيك؟ لحظة بس خليكي دقيقة عمي. دقيقة. ابنك ما لحاله، معه حدا، لا تخافي ولا رح خليكي تروحي لعنده.
أي تمثيلية اضطرينا نعملها بدك ما تواخذينا. طلعتك من البيت بهالطريقة كانت مكتوبة بنهاية السيناريو اللي عم نرسم لك. أنت شو بدك مني؟ أنا مثلي مثلك. إذا أنت الضحية رقم اثنين فأنا الضحية رقم واحد. شوفي طريقي وطريقك بالحياة أكيد ما كان ممكن يتقاطعوا. بس سفالة مرتي وحقارة جوزك جمعتنا، لأنه حولتنا نحن الاثنين لضحايا، علما أنه أنا بحياتي ما كنت ضحية. أنا عادة لما بمشي بترك وراي ضحايا، بس هيك هيك الدنيا. ويمكن لأنك عانيتي أكثر مني بكتير ما هان علي أنه هالتمثيلية تتحول لحقيقة، مع أني كان ممكن حولها باتصال صغير. كفين شر اللي شفته بترجيك، تركني أنا وابني نعيش الله يخليك. لا تخافي، أنا ماني هون لحتى أزيكي وأزي ابنك أبداً. الظلم والإهانة والأذى اللي تعرضت له تعرضت له لأني أنا أعطيتها ثقة لمرتي ما بتستاهلها، وأنا هون لحتى أعوضك عن كل لحظة بشعة عشتيها بسببي. أنا ما بدي شيء، ما بدي شيء، بدي أعيش أنا وابني وبس، بدي أعيش أنا وابني. أنا فيني خليكي ما تشوفي ابنك كل عمرك وطلعك من هون بفضيحة وحطك ورا حيطان سجن بارد معتم تقضي كل عمرك فيه، وفيني بالمقابل خليكي تكفي عمرك مع ابنك ما ينقصكن شي وتعيشوا عز ما صار. شو بدك؟ شو بدك؟ أنا جاهزة. رح تكوني أختي اللي ما طعمتني إياها الدنيا، وابنك رح يكون ابني، ورح أتكفل بكل مصاريفك ومصاريفه العمر كله. رح أسفركن على أوروبا وخليه يتعالج بأحسن مستشفيات هونيك، ورح أغطي تكاليفه من هلأ ليصير بالجامعة، بس بشرط. شو؟ ابنك اللي رح يصير ابني ما حدا بيشوفه غيري، وجوزك اللي أخذ لي مرتي وحياتي وشرفي أول عقوبة إله رح تكون إنه ما رح يشوف ابنه مدى الحياة. Thank you.
كيفها الحلوة اليوم؟ إيه والله معك حق، أنا كمان هيك بس كون زعلانة ما بحب أحكي مع حدا. قالت لي العصفورة إنك أنتي بتحبي الرسم كتير، عشان هيك جبت لك أنا دفتر رسم وألوان. شو رأيك ترسمي وتقولي كل شي كل شي كل شي جعبالك يا هون بالرسمات؟ كيفك؟ أنا منيحة، أنت كيفك؟ والله يمكن إذا شفتك صير منيح. في ظرف مستعجل بالمكتب لازم استلمه. بدك ياني أجي لعندك؟ لا هالمرة أنا رح أجي شوفك. أنا نازل على الشام بعد شوي بوصل. قد الساعة معك؟ 3. أنا على الساعة 6 بكون بالمكتب. طيب رح استناك هونيك. لا تتأخري. أكيد لا. أنا شو ذنبي أتحمل وجعي وجعك سوا؟ شو ذنبي؟ رح خلص
مصلحه لعائلتي. لا بس استفيد من تفصيل لك انت تقريبا. ديانا شو بكي؟ ليه قاعده هون؟ بعدين قلت له البنت وين؟ قال لي نسيها. انت معه بس الكم منه كل الفترة اللي مرقت كان عم بكسب علي. نو كيف؟ وين؟ قولي لنا بالظبط شو صار؟ كان نعرف نوصل له؟ ما رح نعرف نوصل له. ما في طريقة بتوصلنا لا لبنتي ولا لبعسل. مين مفكر حاله هيدا؟ إنه ما حدا قدر يوقف بوشه؟ شو ما في دولة؟ ما في قانون؟ طولي بالك شو عم تعملي؟ هذا الزلمة بينته مو سهل. وأنا كمان مش سهلة. الو عابد بدي اشوفك. مش فاضي؟ انت مين مفكر حالك؟ مفكر انه ما في دوله وما في قانون وما حدا بيقدر يطالك؟ انا هلا بدي روح اتشكى عليك وقول انك خاطف تاليا وباسل، ولك لو حطتهم تحت سابع ارض رح يجيبون وبدك تتبهدل. خلصتي حكي؟ قلتي كل اللي عندك؟ ممتاز، لكن سكري هالموبايل وروحي شيكي الإيميل تبعك بسرعة. راجعة. طيف انت من سوريا وعارف شوارعها منيح؟ طبعا بعرفها شارع شارع. بديك تاخذني على الشام. على الشام؟ شو بدك تعملي بالشام؟ أنا مأكدة إنه تاليا هونيك. أنت بتعرفي إنه أنا هونيك؟ لا بس اللي بعرفه إنه هو من الشام. معك أكيد رح أعرف لف شوارعها شارع شارع. إن شاء الله أضطر دق كل أبواب بيوتها. المهم لقي تاليا. أنت بتعرفي قديش الشام كبيرة؟ طيف أنا أم ورح ألحق حدسي وإحساسي بيقول لي إنه تاليا هونيك ورح أوصل له. بدي إياني آخذها على الشام. أنا بدي أدور على بنتها هني. شو قلها؟ حاليا عم تسمعيني؟ شو قال لك عابد؟ قال لي افتحي ايميلك. عم شو هاد؟ هذا ناوي يفضحها للبنت؟ بده يحرق حرق. شو فايتة ترتاحي؟ لا فايتة ضب اغراضها لتاليا بدي اخذهم معي. ليه لوين رايحة؟ رايحة عالشام. تاليا هونيك واكيد رح لاقيها.
انه فكرتي لعابد مجنون تياخد بنته على بلد الحرب؟ هو ما عنده مطرح تاني ياخذ عليه، واذا تركها هون بيعرف كثير منيح انه رح لاقيها، بس هونيك في امه اكيد مخبيه عندها. هو ما بيحكي مع امه وامه ما بتحكي معه من سنين، فلا رح تستقبله ولا رح تستقبلها. بعدين ما رح ينزلها اكيد على سوريا، وانت اكثر وحده بتعرف هيدا الشيء. قد ايه صار لك مجوزه انت وياه؟ شي مره اخذك لهونيك؟ لا. بعدين بدي اقول لك شغله ديانا، بنتك خلقت وعاشت بهيدا البلد، ما بتعرف شي عن سوريا الا بكتب المدرسه وباللهجه يلي تعلمتها من بيا. هيدا اقصى شي ممكن تعرفه عن الشام. عابد اذكى من انه يخاطر ببنته. مش بنته، مش بنته، هي بنتي انا. هو ما بيخاف عليها. انت بتعرفي كثير منيح انه بيخاف عليها. لو بيخاف عليها ما كان بيبعدها عني، ما كان بيخطفها من حضن امها. انت متخيله شو عم بيصير فيها هلا؟ متخيله قديش معقول تكون خيفانه؟ هي ما بتحبه، بتخاف منه، انا مأكده. تاليا بتخاف من عابد. تيانا، تاليا منيحه، واللي معها هو بيا مش عدوها. خافي عليها لو كانت مع باسل. باسل؟ تعي تعي عدي هون واسمعي كثير منيح شو بتقلي. عدي تيانا، اسمك بخطر، صيتك بخطر، حياتك بخطر، جوزك رح يفضحك، معه صور لقلك انت وباسل ببيته وبده ينزلهم بالجرايد والسوشيال ميديا، فعرفي شو بدك تعملي. اسمك بخطر، شوفي كيف بدك تخلصي من هالمصيبة. اسمي بخطر؟ لا والله ضحكتيني. وبنتي شو لك؟ بنتي مانا بخطر؟ هونيك القصف والدمار. بنتك هون ما رح يقدر يطلعها برات البلد. باسبورة وين؟ هلأ بدك يوقفوا عابد على الحدود ويسألوه على الباسبورات؟ لك معمل أسلحة كامل بيقدر يفوتوا على الحدود، رح توقف هلأ على بنته يفوتها؟ ديانا عم قلك اسمك بخطر وحياتك بخطر، شوفي شو بدك تعملي. وعي بقى، لك آخر همي اسمي، آخر همي حياتي. أنا ما عاد بدي شي، رجعي لي بنتي وما بدي شي. أنا طالع عالشام لحالي. طيب خليلك ليش معي منه؟ اهدي شوي، أنا رح أنزل معك عالشام. أنت شو عم بتحاول تعمل؟ إيش هو شوفير تاكسي؟ بروح على نقابة المحامين باخذ عنوانه وبقدر أوصل له. أنت أساساً مين قال لك إنه عنده عنوان معروف؟ ببلده عنده أعداء كتير، أكيد ما عنده عنوان معروف. ولك إذا هون ما عنده عنوان، هونيك بده يكون عنده عنوان؟ لا تسكريها بوشي إلا ما لقي طريقة لحتى أوصل له. شو بكي؟ طيف أنا مش ناقصني جنان، بقديني جنان اللي جوا. شو أعمل أنا هلأ؟ شو إلا؟ إلا إنك عم تسأل عن عنوانه. ما رح تصدقني. بلا بتصدقك إذا أصريت، إلا أنه أنت بدك تجيب عنوان البيت والمكتب وهيك بتنزلوا على المضمون. طيب من هلأ لوقتها شو نعمل؟ بدي شوفه. والصور اللي بعتلك هون الإيميل؟ لك لو بده ينشرهم كان نشرهم، ما بعت لي إياهن. عابد بده يفاوض. على شو بده يفاوض هالمرة؟ على الخوف. هنادي وينك؟ أنا بالمكتب، أنت وينك؟ ليكي أنا بالطريق جنب المكتب، خطر لي شيء. اللي شو؟ عم فكر ما أمرق على المكتب، عم فكر روح شوفها لتاليا. أي أوكي، مثل ما بدك بصير. يعني أنا ماني عم بتصل لحتى خبرك أو استشيرك، أنا دايق لحتى أسألك إذا بتروحي معي. إيه أكيد بروح. طيب بعد 5 دقايق أنا بكون قدام المكتب، برن لك انزلي. طيب ماشي، يلا باي. خوفتك ها؟ لا تأخذينا، هذا مكتب المحامي عابد؟ بلا، كيف بتحب ساعدك؟ وينه؟
المحامي السيد عابد وينه؟ مو هون، مسافر ببيروت. ايه ببيروت. غريب، مع اني سألت عنه هنيك قالوا لي انه بالشام. انا ما بعرف مين خبرك، بس اذا في شيء ضروري خبره يا اذا حكى معي. خطير، بس بدي اياه بموضوع ضروري ومستعجل وشخصي شوي. الو، ليش ما عم تردي على موبايلك؟ اي اهلين، ام بلا مزبوط، هون مكتب الاستاذ عابد. كم عم اسمعك؟ الحقيقه هو ما انه هون، يعني مسافر. بتحب خبره شيء؟ انت ورا مكتبك شيء؟ تحت سطح المكتب في مسدس ملزق. اي كتير منيح. اذا اضطريتي استعملي، ديري بالك على حالك. اوكي رح خبره. مع السلامة. شو قلت لي انه بتحب خبره؟ قليل الجمال بيسلم عليك، ما في داعي لبك حالي. أنا برتب موعده بشوفه بقرب فرصة. يعطيك العافية. أهلين. ايه يا نادي، شو صار معك؟ يعني مين هو؟ شو اسمه؟ طيب اسمعيني منيح شو رح قلك. بتنفذي كلامي بالحرف، بتعيري ربع ساعة، وبعد ربع ساعة بتنزلي من المكتب، بتطلعي ما كأنه في شيء، لا تلفتي لا يمين ولا شمال،
بتوقفي اول تاكسي بتشوفيها بطريقك وانتظري اتصالي. اوعك تروحي على البيت، عم تسمعيني؟ اوعك تفكري تروحي على بيتك. ايه اكيد، وين بدي اروح؟ لا لا، قعدت وقفلت الباب بالمفتاح من جوا. ايه طيب، اوكي ماشي ماشي، الله معك. صرت جاهزة، فينا نمشي فورا. شو؟ باين مش عم ترد، غيرت رأيك؟ لا لا أبدا، أنا لساتي عم كلامي بس. بس شو طيف؟ ما في، نروح ندور عليها هيك بالشام بدون ما نعرف وين ساكن وشو عنوانه. كان عم ندور على إبرة كومة قش. إذا كنت خايف منك مضطر تجي معي، أنا بروح لحالي. قلت لك اني امه ما رح انطر اتفرج بنتي عم بتضيع مني، لو بدي اضطر ابرم عليها قرني قرني رح اوصل له. انا ماني خايف، بس اسمعيني شو بدي اقول لك. افهميني بس شو عم اقول لك. لو سمحتي، هذا مو تصرف، هذا اسمه جنان. شو بدك تعملي بالشام؟ تدوري بالشوارع؟ تدقي ابواب الناس تقولي لهم بنتي ضايعه؟ بعدين انت مو انسان عادي، انت فنانه مشهوره. يلي قدامك هلا مش ديانا الفنانه. نزول الشهره شوي. شوفوا العتمة اللي جوات قلبي. أنا أم مضيعة بنتها ورح تلاقيها. رح تلاقيها وأنا رح ساعدك لحتى تلاقيها، بس مو بهي الطريقة. أنا أعطيت اسم عابد لرفقاتي بالشام، رح يسألوا عنه بنقابة المحامين، يجيبوا عنوان بيته وعنوان مكتبه. بس أنت طولي بالك، الأمور ما بتنحل بهي الطريقة. شو يعني؟ بدي ضلني هيك ناطرة؟ ما بقى فيي، ما بقى عندي صبر. يا ستي لا تنطري، أعطيني شوية وقت بس، خليني أمسك طرف الخيط. هذا إذا عابد كان أخذ بنتك على الشام. وين بده يكون أخذها يعني؟ ما عنده خيار تاني. عندي إحساس إنه بنتك لساتها هون، ما طلعت برات البلد. وأنا ما في الحق إحساسك طيف. طيب أعطيني شوية وقت، مو أكتر من هيك. وساعتها يا ستي أنا وأنت بننزل على الشام وبندور عليها. الشام تغيرت، هلأ الشام صارت مدينة حرب. عن أي حرب أنت عم تحكي؟ لك الحرب هي هون، الحرب هي اللي أنا عايشته كل لحظة وبنتي بعيدة عني. الموت برصاصة أو بهاون ما بيوجع، أهون بكتير من أن أموت كل لحظة ومن الوجع ومن الندم. طيب روقي شوي وعطيني شوية وقت، ما بدي أكتر من هيك، يومين ثلاثة وساعتها بنعمل اللي بدك. قلت رح اسال عنه واعرف كل عناوينه. ايه وشو قالت لك؟ صدقتك؟ بغض النظر اذا صدقتني ولا لا، ما في عندها حل تاني. بعدين ما بدي اطلع قدامها كذاب انا. يعني بدي اسال عنه وجيب كل عناوينه ورح نزلها على الشام. البنت عم تموت على البطيء قدامي، وثقت فيني ما فيني اتركها. مش مشكله، اسال عنه بس ما تعطيها ولا خبر، انطرني شوي. انت شو رح تعملي؟ بدي اشوفه. ما رح يرضى يشوفك. بلا، رح يشوفني، لانه انا الوحيده يلي بيقدر يقلها المساجات يلي بده اياها. أنا نزلت
لا ما في حدا ابدا. ايه طلبت تاكسي، لكني عم بستناه. ايه وشو بعمل بعدين؟